السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعت لكم في تاني بعد فترة غياب طويلة. وحشتوني جدا جدا، ورجعت لكم بحاجة قيمة. هنعمل السلسلة الجميلة دي بالريزن برضو من بدايتها لآخر حاجة فيها لحد ما بتسلمها الأوردر العميل بتاعك. واحدة واحدة نبتدي نشتغل في الفيديو، تطلع معانا الدلال الأمورة جدا دي. الخطوات يلا نبتدي عشان ما اطولش عليكم. ما تنسوش لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة. هنستعمل الألف دوا، الشكل ده بالظبط اللي هو يشبه لدمعة العين ده. هنجيب ورق الذهب بالشكل ده، وبالراحة نبتدي ناخد منه أجزاء صغيرة بالشكل ده. طبعا دي أهم خطوة علشان ما تبقاش ما رجعش عيد عليها، تبقى الخطوة الأخيرة. بصوا، هنبتدي في الحواف دي نبتدي نلزق أجزاء ورق الذهب بالشكل ده. تمام، بالشكل ده هملي كل الجوانب بالمنظر ده. تمام، هي محتاجة دقة شوية علشان ما فيش حاجة تتبهدل مننا. هعمل جزء تاني اهو قصادكو، هاخد حتة من ورق الذهب صغيرة، مش عشان هو بيلزق، محتاج نتعامل معاه بحرص شوية. بس جنبها بحاول بقدر الإمكان أي زيادة في المكان اللي أنا مش محتاجاه غير الأطراف بس. تمام، هبتدي بالشكل ده، همشي على الإطار بتاع الشكل كله. تمام، والزيادة اللي هي جوه دي يعني شغل لكم عليها بالله. الزيادة دي هشيلها، شايفين كل زيادة دي هشيلها، اللي في الجناب مش مشكلة، اللي في غير الجناب هشيلها، هكمل الشكل وارجع لكم بالشكل ده. طبعا الذهب يزاد مني هنا في النص بكتير، فانا زودته يعني كملته، وهخلي الخلفيه بتاعت الشكل اللي احنا هنعمله هيبقى هو باللون اصلا الذهبي، يعني ده هيبقى الارضيه بتاعته كلها ذهب، يعني مش هيبان منها لون، اللون هيبان في اللي فوق. زودت الكميه بتاعت الذهب بحيث ان هي ايه تغطي كل أرضية الشكل، وما ننساش الجزء اللي هو من جوه ده، يعني أهم حاجة عشان إيه يظهر فيه اللون الذهبي ما ننساهوش. وكده بقيت أرضية الشكل كله، معلش هو بيلزق، باللون الذهبي. هنجهز الأبوكسي بتاعنا اللي هنصبه فوق اللون هنا. تمام، حبه بوكس صغيرين جدا لان القالب ده الشكل صغير مش هياخد كتير. وهستعمل المايكا اللون ده، اللون الازرق، ومعاه اللون الاخضر ده. هاخد كميه قليله جدا، حاجه بسيطه. حاجه بسيطه برضو من لون الأخضر. تأثيرات ألوان المايكا بتبقى جميلة، بتدي زي لمعة الحجر، الأحجار الكريمة. نقلب بقى دول كمية قليلة خالص، وكمان كمان الألوان قليلة، نخلطهم كويس قوي بالشكل ده. هزود الأزرق، عشان عايزة أغمق شوية. نقلب تاني. اللي بيطير ده
الوان المايكة اللي في ايدي، بالله اللي بتطير في الشاشة كده. تمام، هنصبه على الشكل، نصبه في القالب. بالراحة، هو طبعا مش هيملى القالب عشان احنا لسه هنحط طبقة تانية. الشكل ده طبعا الورق بتاع الذهب، حاول بقدر الامكان يبقى بس موجود على الاطراف. نحاول ندخل اللون هنا في الجزء ده. تمام، بالشكل ده. عايزين نعمل تأثير ألوان ذهبي، يبقى نستخدم مايكا ذهبي جوه الشكل. هحط كمان حبة ايبوكسي تاني صغيرين جدا. بصوا انا كملت حاجة بسيطة، القالب مش مليان. هنجيب المايكا الذهبي، نفس المايكا اللي احنا اشتغلنا بيها، هغرز الخلة اهي باينة كده، هغرز الخلة بس كده بالشكل ده اهو. غرست الخلة بس جوه الوان المايكا، حاجة بسيطة جدا. وهاجي احركها كده جوه بالراحة طبعا علشان ورق الذهب اللي موجود ما يتأثرش. حاجة بسيطة جدا، تأثيرات بسيطة جدا من الذهبي اللي على الخلة بالشكل ده. تمام، نسيبها بقى 24 ساعة. بس انا هقرب لكم الكاميرا على الشكل علشان تشوفوه. بصوا بصوا تأثير الذهبي، حاجة بسيطة جدا جدا، هتبان اكتر بعد ما تنشف. تمام، سيب الشكل ينشف 24 ساعة ونرجع تاني. بعد 24 ساعة طبعا اتصلبت، ما فيهاش اي جفة جدا، ما فيهاش اي حاجة. بس هندي طبقة تلميع بإيبوكسي شفاف من فوق. بصوا بصوا منظرها قبل ما تخرج من القالب، جميلة جدا. طبعا هنشوفها لحد الفينش النهائي خالص. عملنا كمية إيبوكسي جديدة، هدي طبقة بس تلميع من فوق بالشكل ده، وزعها كويس. تمام، مش بتاخد كتير، بتاخد يعني تقريبا نقطتين من الريزن كده بس. دول في الفينش بيدوا لمعة جميلة جدا للشكل. نوزعه بس كويس على كل الشكل بالمنظر ده، ونسيبها برضو تاني 24 ساعة. تمام، هجيبها لكم في الشكل النهائي بتاعها بعد ما تنشف. تمام، بعد 24 ساعة طبعا هبتدي اجيب الدريل او الشنيور اليدوي ده، ومكان الفتحة اللي بيتعلق فيها هبتدي اخرمها كده. حاجة بسيطة، لان انا حاطة ريزن فوق الطبقة او فوق الخرم ده، فهو مقفول عشان ما يقطعش معايا القالب بالدريل اليدوي. تمام، وبعد كده اسحبها من القالب بالراحة عشان ما تتقطعش معايا بالشكل ده. والزيادة دي اشيلها عادي بالقصافة او اي حاجة، بس ما استعملش صنفرة لان الشكل مش محتاج صنفرة، لان لو صنفرت هرجع لمع تاني، واحنا اصلا الشكل عاملين له طبقة تلميع بالريزن من الاول، فمش محتاج لا في الظهر ولا في الشكل من الناحية التانية اللي هو الشكل الاساسي، مش محتاج صنفرة، بالعكس ده هو لامع جدا. تمام، نبتدي بقى نقفل الشغل بتاعنا. في حاجة اسمها اللوزة دي، بنجيبها من ادوات اللي هما بيبيعوا هدايا او بيبيعوا الشغل بتاع الهاند ميد. نجيب اللوزة كده وبنفتحها، فيها سنين، دول اللي بيدخلوا في الفتحة بتاعة الدلاية. وارجع اضغط عليها تاني هتتقفل معايا بالشكل ده. طبعا السلاسل زي ما انت عايزة، استخدمي الذهب صيني او تستخدمي السلاسل الستلس زي ما تحبي بس. وبنبتدي بقى نعلق فيها الدلاية، نتفرج على شكلها ويظهر منظرها بقى اكتر بعد ما نعلق فيها السلسلة. ما تنسوش بقى حبايبي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان تدعمونا نستمر وما نوقفش فيديوهات. وده الشكل النهائي.
ياريت الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.